الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار أو مع وزارة المالية، بحيث أننا سنقدم مجموعة من المشاريع في هذا المجال، سواء من خلال مشاريع اللي تقدم بناء مثلا مدن سينمائية أو استوديوهات تصوير وغيرها من المشاريع، كمشاريع أيضا مركبات القاعات السينما سيتم وضعها تحت تصرف الوكالة والتنسيق معها من أجل وضع خطة أو استراتيجية وطنية تخص يعني تموقع هذه المشاريع حسب الاحتياجات الوطنية وحسب أيضا